ورجعنا لكم تاني ويوم جديد وصباح جديد وقصة جديدة. رمضانكم كريم يا رب. جاب لكم النهاردة قصة نزول سيدنا آدم للأرض. لما نزل سيدنا آدم للأرض بكى كتير على ذنبه أنه أكل من الشجرة، فعلمه رب العالمين الأمل والإيجابية، فكأنه بيقوله يا آدم إني عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود برحمتي، وعلى من أجود بعفوي، وعلى من أجود بتوبتي، وأنا التواب الرحيم سبحانه جل شأنه. تعجبت الملائكة كتير ليه ربنا تاب على سيدنا آدم وما تابش على إبليس، رغم إن هما الاتنين عصوا رب العالمين. إبليس أصر على المعصية وما طلبش التوبة، أما آدم ندم وتاب. الفرق هنا هو سرعة التوبة. تلاتة، ظهرت عداوة الشيطان لسيدنا آدم من أول يوم، حتى أنه قال لرب العالمين قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتنا إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن من الحين، يعني صادع اللجام حنكه، زي أعزكم الله لما بيحطوا اللجام في الحصنة ولا في البهايم. تخيل قد إيه بيكرهك إبليس. لما نزلوا للأرض سيدنا آدم نزل في الهند، ونزلت حواء في جدة، وكل واحد منهم بيدور على التاني، حتى تقابلوا وتعرفوا على جبل عرفات فسمي بهذا الاسم، وسميت مدينة جدة بجدة نسبة إلى جدتنا حواء. خمسة، نزول سيدنا آدم للأرض معناه بداية إنهم خلفاء مسؤولين على الأرض. وقال تعالى وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما قالش إني جاعل في الأرض آدم، أنت مسؤول عن الأرض تعمرها تصلحها وتبنيها. الله يسعدكم جميعا يا رب ويحفظكم من كل شر. ربنا سبحانه وتعالى قال خليفة، ما خلقتك إلا لهذه لوظيفتك. عرفت الملائكة إن سيدنا آدم دي وظيفته مسؤول عن الأرض. بطاقة تعرفك عند الملائكة مش جنسيتك مصري ولا سعودي ولا أردني ولا عراقي. ملائكة تعرفك إنك خليفة مسؤول عن الأرض. سبعة، عرف سيدنا آدم إن إصلاح الأرض أمانة. قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلم نفسه لما جهل رسالته ووظيفته. ملخص القصة، أنت مسؤول عن الأرض، عمرها ابنيها صلحها حليها. الله يحل دنيتكم عشان ربنا يرضى علينا ونكون من أهل الجنة. وانتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله. رمضانكم كريم مع التوربيني FM.